ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج الذي يقام برعاية وزارة الخارجية وشؤون والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وشهدت الجلسة عرض الفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم هذه الفرص المتاحة حاليا في مصر. معنا عبر الهاتف سيد بلال شعيب الخبير الاقتصادي. سيد بلال، يعني من خلال متابعتك لفعاليات المؤتمر بشكل عام وخاصة هذه الجلسة الاقتصادية، كيف ترى آفاق الاستثمار في مصر للمصريين الخارج وجهود الدولة لتحفيز هذا الاستثمار؟ في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالتأكيد الدولة بتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمار، سواء كان استثمارات المصريين العاملين بالخارج أو الاستثمار بشكل عام. في سبيل ده هناك فرص استثمارية الدولة كل فترة بتصفح عنها فيما يتعلق بالاستثمار المباشر والصناعة وما يتعلق باستثمار آخر فيما يتعلق حتى بالمساكن والعقارات والسوق العقاري في الدولة المصرية، خاصة الدولة المصرية في الفترة الأخيرة مع تكدس عدد السكان، وده اللي أشاد به السيد وزير الإسكان. تم إنشاء عدد من المدن الجديدة وفي طريقنا لإنشاء مدن أخرى، وبالتالي دي فرصة جيدة خاصة لما نتكلم على المصريين العاملين بالخارج. المؤتمر النهاردة بيسعى إلى إقامة جسر للتواصل مع إخواتنا المسلمين خارج الدولة المصرية. نعم. وتقديم عدد من الخدمات. ومن جانب آخر طبعا لا يخفى على أحد أن المصريين العاملين بالخارج بيشكلوا رقم هام جدا في الاقتصاد، لأن هم قوة حقيقية خاصة لما بنتكلم على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبالتالي العلاقة ما بين أشقائنا اللي هم المصريين العاملين بالخارج وما بين الدولة المصرية هي علاقة وثيقة، اللي هم في النهاية مسؤولين من الدولة المصرية. الدولة المصرية بتحاول تتوجد إيجاد سبيل للتواصل معاهم بحيث يكون هناك تسهيلات، وشفنا عدد من المبادرات زي مبادرة السيارات اللي تم إطلاقها في الفترة السابقة، زي إيجاد مسكن ليهم ملائم يناسبهم، وبالتالي بتحاول تربطهم بأرض الوطن من خلال عدد من المبادرات. خاصة لما بنتكلم على رقم في الاقتصاد، تحويلات المصريين العاملين بالخارج هو أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وفي رأيي وفي رأي كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي المصري هو رقم بيجي لك صافي لما بنتكلم عليه. إذا كان الصادرات ودعم الصناعة والصادرات رقم مهم، الرقم ده لا يغفل على أحد. إن أنت بتقول النهاردة إحنا بنصدر بحوالي 43 مليار دولار، في حين إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لما بتشتغل وبتكون هناك ثقة في الاقتصاد المصري بينعكس ده على رقم تحويلات المصريين اللي بتتجاوز حاجز ال 30 مليار دولار، وده رقم بيجي لك صافي على عكس الصادرات. انت الصادرات بتحتاج انك انت بعض مستلزمات الانتاج اللي بتدفع فيها فاتوره استيراديه، وبالتالي بتمثل ضغط على العمله الدولاريه، لكن بنتكلم على تحويلات المصريين العاملين بالخارج الرقم ده بيجي لك رقم صافي من تحويلاتهم، وبالتالي بيكون بمثابه دعم للاقتصاد القومي من ابنائه. نعم. طيب يعني سيد بلال، ما يتعلق في فرص الاستثمار في مصر، كيف تراها وتسويق هذه الفرص من خلال مثل هذه المؤتمرات؟ بالتأكيد مثل هذه المؤتمرات بتقدم صورة إيجابية عن الوضع الاقتصادي، بتقدم صورة حقيقية بالمناسبة عن الوضع الاقتصادي المصري. لما بنتكلم النهاردة على عدد من الفرص الاستثمارية، بنتكلم على استثمار في مجال الصناعة وفي مجال الزراعة، وهناك عدد من المبادرات لإنشاء شركة مستقلة تكون يتم إدارتها من خلال بورصة الأوراق المالية، ويتم إدارتها ويشاركوا فيها العاملين بالخارج من خلال إدارة حقيقية ومصرية خالصة لإدارة استثماراتهم. ده من جانب. من جانب آخر طبعا الجهاز المصرفي المصري بيقدم عدد من الأوعية الادخارية اللي بتحاول دايما بتجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإيداعها في الجهاز المصرفي الوطني المصري داخل الدولة المصرية، وده بينعكس بشكل كبير جدا على العملة الأجنبية. من جانب آخر طبعا إن يكون مدخرات المصريين في بلدهم. هناك فرص أخرى طبعا للاستثمار سواء كان في السوق العقاري أو غيره. السوق العقاري في مصر بالمقارنة بعدد من المقاصد الأخرى ما زال يلقى قبول كبير جدا، خاصة مع اتجاه الدولة النهاردة في الفترة الأخيرة إلى وجود انتعاشة حقيقية فيما يتعلق بالسوق العقاري. نشوف النهاردة الحكومة المصرية بتعمل نوع من أنواع الصفقات في صفقة تاوس ميد مثلا اللي اتعملت، شفنا رأس الحكمة، شفنا النهاردة العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي النهاردة هناك فرص كبيرة للاستثمار سواء كان في شكل طبعا مسكن يلائمهم، وده انا شايف ان استثمار جيد جدا بالمقارنه بعدد من البدائل الاخرى المتاحه، الاوعيه الادخاريه اللي موجوده، الفرص اللي موجوده حتى في مجال الصناعه والزراعه خاصه. هنشوف النهارده وزاره الاستثمار بتعمل جهد كبير جدا فيما يتعلق بالافصاح عن الفرص الاستثماريه
اللي موجوده على الدوله المصريه وفي الارض المصريه، خاصه ان احنا دوله عدد قوامها السكاني كبير، هتتكلم على 120 مليون مواطن موجودين بداخل الدوله المصريه، وبالتالي هو سوق خصب جدا لاقامه عدد من المشروعات وسوق استهلاكي كبير جدا، وبالتالي النهارده لما يكون هناك فرصه استثماريه سواء الدوله بتعلن عنها عن بعض الاستثمارات او حتى بشكل فردي، وبالتالي النهارده بيبقى في عائد على الاستثمار جيد، خاصه لما بيكون هناك سوق يستقبل المنتج ده. نعم، يعني بالتأكيد هذا المؤتمر هو منصة لبحث مشكلات المصريين في الخارج، أهمية تذليل العوائق والعقبات أمامهم من أجل إتاحة فرص استثمارية أفضل. سؤال مهم جدا وحي حضرتك عليه، خاصة أشكرك. لأن أنت النهاردة بتقول للناس تعالوا الدولة المصرية، أنت زي ما بيقولوا كده البلد هنا أولى بأصحابها يعني، وبالتالي النهاردة المصريين اللي عاملين بالخارج هم مواطنين مصريين يحملون الجنسيه المصريه بيعملون في الخارج، ده نقطه مهمه جدا يقدر ان هو مدخراته يدير. يعني شفنا الفتره اللي كان فيها عدم توحيد لسعر الصرف، كان طبعا المصريين الاشقاء اللي في الخارج كانوا بيفضلوا ان هم يستثمروا في اوعيه اخرى. النهارده مع الجهود المبذوله توحيد سعر الصرف ما بقتش العائق ده موجود، خلاص اصبح النهارده هناك استقرار في سعر الصرف، وبالتالي ده من احد يمكن المزايا اللي الدوله المصريه الفتره الاخيره قدرت تقضي عليها، ان يتكلم على وجود مثلا ابلكيشن يبقى موجود بيتم سهوله طلباتهم من خلال التعامل مع الجهات اللي موجوده جوه الدوله. من جانب اخر طبعا لما بنتكلم على فرص استثماريه فيما يتعلق حتى بالاسكان، وبالتالي النهارده هناك عدد من المبادرات بتسعى الدوله الى ازاله المعوقات. شفنا برضو السيارات وسيارات المبادره اللي اتعملت الخاصه بسيارات العاملين بالخارج، واللي القى جواز كبير جدا فيما يتعلق باشقائنا اللي بيشتغلوا في الدول خارج مصر. يعني الدوله بتحاول بقدر الامكان تقضي على البيروقراطيه، خاصه مع التحول الرقمي اللي بتعيشه الدوله المصريه النهارده. اصبح التعامل حتى الورقيات بيتم تلاشي الورقيات والروتين والبيروقراطيه الحكوميه اللي كان موجوده في فترات سابقه، النهارده مع التحول الرقمي سواء كان من البنك المركزي والجهاز المصرفي، وبالتالي يقدر يشوف حساباته في اي وقت، ومن خلال تاني المبادرات حتى اللي بتقوم بيها وزاره الاسكان يقدر يحجز الوحده العقاريه من خلال شبكه المعلومات الدوليه وليس الحضور الشخصي، وبالتالي بتحاول تقلل عدد كبير جدا من المعوقات اللي متاحه. صحيح، اشكرك الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، متابعتنا ما زالت متواصله مع حضراتكم، فصل قصير وبعده متابعه في ساعه تحليليه مع زميله هبه فهمي، كونوا معنا.